السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفسي بس يا جماعة يعني حد يوجه رسالة للصين، يعني أنا بوجه رسالة للصين من مصر. يا جماعة أبوس ضوافر بطنكم، يعني خفوا الأكل الغريب اللي انتوا بتاكلوه ده شوية. يعني مش فاهم يعني ايه اعمل شوربة خفافيش، يعني ايه اللذة في كده؟ ده حتى اسنانه ضب امه وشكله مرعب، يعني في قلب الطبق كده، انا مش فاهم. يا جماعة حد يقول لهم رسالة اللي في حاجة اسمها رز وبسلة، بانيه، كفتة، في اكل كتير والله يا جدعان. في المحشي، لو جربتوا المحشي ده هتتظبطوا منه. الفسكولو فسيخ اهو، ده اعفن من الكلاب والفيران، لو نفسكم تاكلوا حاجة معفنة يعني. اما فككوا بقى من اكل الكخة اللي بيجيب امراض، ده الوحش ده. ده يا جماعة كخة، يا نوتي يك كده، ما حدش ياكل فيران يا جماعة، ما حدش ياكل خفافيش، ما حدش ياكل سحالي، ما ينفعش تعمل صينية كلاب بالبشاميل، يعني الحاجات دي طبيعية يعني. وديته الكوكب في داهية، وديته الكوكب في داهية، قتلته الكوكب، نيمتونا من المغرب فعلا، على رأي محمد هنيدي لما كان بيقول هنيمك من المغرب يا صين. جدع هنيدي، هو شكل هنيدي اللي ايه اللي ظبط الدنيا دي كلها، ده اللي كان فاهمين. يعني بجد يا جماعة أرجوكوا حد يعني حد يفهمهم، يعني ربنا يا رب يولع في كلاكوا اللي جوه. نايمتونا بالمغرب وقعدتونا في بيوتنا وبقينا زي القطط، زي القطط، على رأي ما بيقول محمد سعد، زي القطط. انت راجل، انت يعني خلاص، ما عادش في شغل، ما عادش في اي حاجة، ما عادش في طموح، ما عادش في اي حاجة من جوه البني ادم، بقت بتنبض خلاص. الحمد لله طبعا احنا عارفين ان الموضوع ده يعني مقدر ومكتوب من عند ربنا يعني، وما علينا الا الرضا. بس برضو الصينيين بياكلوا فران، انا عايز اعرف ازاي يعني بياكلوا فار ازاي؟ يعني بياكل فار ده بيظهر في الشقه عندنا في مصر، تلاقي العماره كلها طلعت بالمقشات وبالنبل والكلام ده، يعني بنقرف من شكله. ربنا يهديكم، ربنا يهديكم والله. مش عايز اطول عليكم بقى، السلام عليكم.